النبيل ألف مبروك تأهل. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، شكرا أخوي، شكرا. هذه مباراة أحباب، مباراة إخوة، مباراة أشقاء، معناها تعودنا على بعضنا، تعودنا على إخواتنا الليبية ساكنين معنا في تونس، ساكنين معهم هنا عندهم في ليبيا. حمدو باش نعطيو الجنسية التونسية وانتم عندنا مدربين ولاعبين هنا تعطيهم الجنسية الليبية. هذه مباراة معناها إن شاء الله تتعدى في كنف الروح الرياضية مثل كل مباريات تونس وليبيا إن شاء الله. أكيد مباراة أشقاء وانتم أنه نشوفوها زي ما قال الكابتن نبيل معلول تتسم بروح رياضية عالية، لكن بطبيعة الحال نبوا المباراتين لخدمة صالح المنتخب الوطني وحمدو الهوني يسجل فيهن هن الاثنين. أهلا بكم في حلقة جديدة من سكور، واللي تسبق مباراتنا قدام الشقيق التونسي في تصفيات أمم إفريقيا. نبي نحكي شوية على آخر مباراتين لعبناها قدام تونس، أو آخر مباريات إجمالا. آخر مباريات خسرنا فيها قدام المنتخب التونسي في 4 مناسبات، وتعادلنا في وحدة بين تصفيات أمم إفريقيا والشان وتصفيات المونديال، وتحديدا آخر مباريات سجل فيهن المنتخب التونسي 9 أهداف، وسجلنا فيهن 3 أهداف لما خسرنا في رادس 4-1 2019، وخسرنا معهم أيضا في بنينة في مباراة انتهت ب5 أهداف مقابل 2. يعني اللاعبين مش مطالبين بس بتحقيق نتائج إيجابية علشان حسابات التأهل، بل بردة فعل بعد سلسلة الخسائر هذه. جلال القادري مدرب نسور قرطاج استدعى في المباراة هذه 25 لاعب بينهم 7 أسماء جديدة، يتقدمهم المهاجم هيثم الجويني واللي كانت عنده تجربة في ليبيا مع نادي الأهلي بنغازي الموسم اللي فات، وتشكيلته أيضا شهدت غياب بعض الأسماء البارزة ومنها طه ياسين الخديسي وبلال العيفة وفرجان ساسي وعصام الجبالي، وشهدت عودة حارس الترجي معز بن شريفية. المباراة الأولى حتكون في رادس، وطبعا مطلبنا أن المنتخب بقيادة حمدي بطاو يطلع بنتيجة كويسة قبل مباراة الإياب في ملعب شهداء بنينة، واللي حتشهد حضور الجمهور بأعداد غفيرة في سهرة رمضانية نتمنوها تكون سعيدة علينا. وطبعا هذا كله حيكون مرهون بتعامل اللاعبين مع المباراة هذه. الجانب الإيجابي في تشكيلة المنتخب أن حمد الهوني استعاد مستواه مؤخرا، مؤيد اللافي أيضا بعد الإصابة قاعد يقدم في مستويات كويسة مع الوداد المغربي. الوضعية الحالية للمجموعة هذه اللي هي 10 يصدرها منتخب تونس ب4 نقاط، وفي الترتيب الثاني منتخب غينيا الاستوائية ب3 نقاط، ورابعا منتخبنا ب3 نقاط وبفارق المواجهات المباشرة مع غينيا بعد ما خسرنا منهم الصيف اللي فات، وأخيرا بوتسوانا ب1 نقطة. يعني كل المنتخبات حظوظها قائمة في التأهل، ونحن لازم نكون مركزين ونطلعوا بأفضل المكاسب الممكنة ونستفيدوا من المواجهات المباشرة واللي حتكون في الجولتين 3 و4 بين غينيا الاستوائية وبوتسوانا. مهمة صعبة قدام منتخب صعب جدا. تونس من كم شهر كانت قريبة من الدور الثاني للمونديال وفازت على الوصيف فرنسا. نحترم المنافس ونقاتلوا على حظوظنا الآخر رمق، واللاعبين لازم يكونوا مركزين وفاهمين وعارفين أن الليبيين ينتظروا منهم في فرحة حتكون رائعة في أيام الشهر الكريم. كل عام وانت بألف خير، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني في ثاني أيام رمضان.